الرحمة ملهاش علاقة بأي حاجة خالص. الأديان كلها نزلت تحض على الرحمة والتعاطف، التقدير والاهتمام. المنبع واحد في السماء، الخالق قالك خليك رحيم متعاطف، قدر اللي قدامك، اخدمه حتى لو ما تعرفوش. بس احنا نسينا، وبرضه لازلنا بنردد آيات التراحم وأحاديثها ملناش دعوة بيها، وكأن العلاقة بين القلب والعقل من ناحية وبين اللسان هي علاقة أصابها الفصام، زي ما شفتوا في الفيلم اللي احنا شفناه دلوقتي. شوفوا كم التعاطف مع حيوانات أو مع بشر، مع طبيعة. اللي ينزل يمسح لك الأنوار الخلفية في العربية من التلج علشان رغم إن هو ملوش علاقة بيك. اللي ينزل يعدي بطة، اللي ينزل يشيل بني آدم. الرحمة حلوة الحقيقة، يعني في فصام كده عندنا ما بين اللي بنقوله في الدين وما بين اللي بنطبقه، وكأن العقل ما بيسمعش ويحوله لسلوك، وكأن اللسان يقول اللي ما يحسوش القلب. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبرنا، واحنا نسينا الرحمة ورمينا الاحترام، ونسمع ونقول من لا يرحم لا يرحم اهو، يعني فعل ورد فعل، لكن برضو مش بنخاف من اننا تغيب عننا رحمة ربنا لو ما رحمناش غيرنا. مش هتكلم كتير، لكن بقول ان احنا في شهر المفترض فيه ان اساسه الرحمة، فلو ما رحمناش بعض في الشهر ده، لو ما رحمناش بعض وتعلمنا فيه ازاي ان احنا نحن على بعض، يبقى ايه لازمة الصيام؟ ايه لازمته؟ هحكي لكم على موقف حصل وقت الحج. واحنا في الحج الحقيقة كنا في طواف الإفاضة، بتبقى الدنيا زحمة جدا وناس كتير قوي، شباب كتير وناس بصحتها كتير بتلف وهي في بيت ربنا بلا أي رؤية، من غير ما يشوفوا ولا يفكروا إن حواليهم ومعاهم كبار سن وعواجيز، يعني شوية لحم على عظم. كان قدامي في الحج في 2011 ست من فيتنام، هي وجوزها، بجد هما شوية عظم، واللي ورايا ولا حاسس، لولا إن أنا وجوزي رحنا شايلينهم وخارجين بيهم بره الطابور كان زمان انداس عليهم. طب إذا كنا بنعمل ده وإحنا في بيت ربنا، وإحنا جايين نأدي منسك ونقول لبيك اللهم لبيك، أمال إحنا لما بنسيب بيت ربنا بنعمل إيه؟ أمال في بيوتنا بنعمل إيه؟ أمال في علاقاتنا مع بعض بنعمل إيه؟ هي دي السؤال اللي كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه. الرحمة إزاي تخش قلبك وبعدين تطلع على عقلك فتبقى سلوك؟ الرحمة إزاي ما تبقاش مجرد كلمة تقولها وبعدين تختفي، ما تبقاش جزء من سلوكك والتزامك وعبادتك؟ الرحمة دي حاجة رائعة، إنك تحب غيرك وإنت ما تعرفوش، إنك تنصحه نصيحة وإنت خايف عليه فعلا، إنك تشيل همه وإنت قاعد في بيتك يعني ما عندكش أي مشكلة، بس يبقى في ناس تانية إنت شايل همها في حياتك، وانت بالنسبه لهم يمكن ما يفكروش، بس شيل انت همهم. وصدقني قد ايه ده هينفع، وهيخلي الرحمه دي عامله زي الاواني المستطرقه تتنقل من واحد لطرف تاني، وتلاقي الكل بيسال على بعضه، وتلاقي الكل بيحن على بعضه، وتلاقي الكل بيساعي بعضه.